ينضم إلينا الآن رئيس ائتلاف الوطني الدكتور إياد علاوي. دكتور إياد علاوي، بداية نرحب بك ترحيبا خاصا في حصادنا. لو نبدأ الحديث يعني عما يجري الآن وما جرى بالأمس في العراق على الساحة العراقية، وكذلك التطورات في المنطقة في مياه الخليج العربي والتهديدات المتبادلة بين إيران والولايات المتحدة، يعني كيف يمكن أن تقيم لنا كل هذه التطورات الحاصلة اليوم؟ والله أولا شكرا على الاستضافة. أهلا بك. وهذا السؤال يرى لف ساعة جواب، بس ما هذا راح أجاوبك قدر الإمكان بشكل مختصر. نعم. حقيقة أنا أكثر من 5 سنوات حذرت من نتائج ما نحن فيه، وخاصة فيما يتعلق بانحراف العملية السياسية عن جادة الصواب التي أصبحت عملية الحقيقة تقوم على الاجتثاث وتقوم على المسيس وليس القضائي والقانوني، تقوم على النزوح وعلى اللاجئين وعلى اللجوء والتغييب والمحاصصة والطائفية السياسية، وهذه كلها تقع بالضد من استقرار البلد. فلا بد أن تنفجر العملية السياسية وتحصل فيها انفجارات داخلية وثم تنفجر بالكامل. فحذرت الإخوان المسؤولين بدون استثناء. بالإضافة إلى هذا كله طبعا حذرت من الفساد أيضا، وقلت لهم هذا الفساد سينهي البلد وسيحطم الأوضاع وسيفقر الشعب العراقي ويدمر الشعب العراقي. طبعا هذا التحذير كان في رسالة رسمية إلى الحكومة العراقية، ورسالة رسمية كنت أشتغل بالحكومة يعني ذاك الوقت، يعني أشتغل بنائب رئيس الجمهورية أعتقد أو قبلها نسيت والله، بس كتبت لهم، كنت عضو في مجلس النواب، فكتبت لهم مذكر الرئيس الوزراء والرئيس الجمهورية والإلى آخره، وأعتقد رئيس مجلس النواب. هذا الموضوع لا يزال مستمر، واستمراره أدى إلى قضيتين ملموسة، لمس اليد يعني حضرتكم واحد منها والشعب العراقي يعرفها. الأول هو أصبحت السلاح المنفلت هو سيد الموقف بالعراق، سواء كان سلاح منفلت بيد بعض الفصائل اللي تسمي نفسها حشد شعبي، هي مو حشد شعبي، احنا نعرف الحشد اكو حشد مقاتل واكو حشد اجى بعدين التحق، وسلاح منفلت ايضا بيد الفصائل الارهابيه والمتطرفه. هذا السلاح المنفلت ما قدرت يعني بالنتيجه تحول الى عقده كبيره، ليس على صعيد الوطن العراقي فقط وإنما على صعيد الصراعات الإقليمية والدولية. فلو تشرح الآن تشريح يعني طبي إن صح التعبير الوضع العراقي، تشوف أن العراق أكو نفوذ إيراني منقطع النظير، أكو نفوذ تركي أيضا يعني حاد وقوي إلى حد ما، أقل طبعا من النفوذ الإيراني، وأكو نفوذ أمريكي ونفوذ دول أخرى، يمكن بس دول بعض الدول جزر بهاواي والبحر المحيط الهندي، بس بهاي بقت تلعب دور العراق. فحقيقة هذا الموضوع يجب أن يدق أكثر من ناقوس خطر في العراق والعمل على تلافي. تلافي هاي الأمور سهل، يعني سهل جدا، سهل، ما بيه عقد ولا بيه مشاكل، ممكن متلافي هذا الموضوع بسلسلة إجراءات واضحة ومحددة المعالم. احنا إلى حد الآن ما عدنا نهتم بمسألة اسمها الـ يعني الصلح المجتمعي ولا الصلح السياسي، لا هذا ولا هذا سويناه، لا سوينا مصالحة سياسية ولا سوينا صلح بالمجتمع، بالعكس فقدان المصالحة السياسية أدى إلى انقسام البلد وإلى انقسام المجتمع العراقي للأسف. فهذا باختصار يعني، وطبعا كل ما يبنى على خطأ إذا الأساسات مخربة بالنتيجة ما تقدر تبني بناء عليها. نعم. طيب إذن دكتور إياد أرحب بك مجددا في الحصاد عبر التغيير. إذن يعني شكرا. تحذيراتك لم تسمع سابقا، علما أنك صرحت يعني بأكثر من مرة بأنه الهدف من وراء تحذيراتك هو تعديل مسار العملية السياسية وإعادة العراق لقوته وشبابه كما تفضلت في أكثر من تصريح. إذا ما أردنا الحديث عن الصراع المحتمل أو ساعة الصفر ربما للمواجهة الأمريكية الإيرانية على الأراضي العراقية المحتملة، يعني هل ستقبل برأيك إيران بقاء
أمريكا ممثلة يعني بقواتها وسفارتها وبعثاتها الدبلوماسية في العراق، وأنت تعلم دكتور بأنه يعني المنطقة والعراق لا يحتمل مزيدا من الحروب، أم سنشهد ربما محاولة لدعم أمريكي، محاولة أمريكية لدعم العراق، عقود جديدة، حديث عن قواعد اشتباك ربما؟ والله أنا قواعد اشتباك ما يسووها، ما لا أمريكا مهتم بها ولا العراقيين مهتمين بها حقيقة. يعني قواعد الاشتباك هي أساسية، كانت تقينا شهر كل هذه ما حصل من تداعيات. لو صار قواعد اشتباك واضحة مثل ما صارت من احنا كنا بنشتغل بالحكومة، سوينا قواعد اشتباك واضحة ماكو بها لا لبس ولا إلى آخره. أما فيما يتعلق بالصراع الإيراني الأمريكي والصراع التركي الأمريكي والصراع التركي الإيراني والصراع العربي الإيراني في العراق، فأنا مدى أشوف بصراحة يعني أنه أمريكا مؤهلة لا المنطقة تستوجب حرب أخرى، ولا أعتقد أمريكا في طار حرب، وخاصة الآن هي في مرحلة انتقال أما السلطة نفسها يعني الرئيس نفسه أو يجي رئيس جديد إلى أمريكا، فما بها ما عندها استعداد. تثار إشاعات والله راح يضربون وما راح يضربون، هاي كلها مسائل لتطمين الرأي العام العراقي اللي الحقيقة هو أساسا متكهرب من هذا الوضع. يعني هذا أنه العراق تحول إلى مسرح للعمليات التصفيات المتبادلة بين الإيرانيين والأمريكان. يعني لا انه امريكا تضرب ناس في العراق، اذا هي ضربتهم هذا اسمه سليماني وغيره، نعم، ولا ايضا بالمقابل انه ايران تقصف او جماعه محسوبين على ايران يقصفون مواقع السفاره الامريكيه وبعض السفارات الاخرى، الاثنين معقوله. لهذا لا مخرج من هذا الموضوع غير وحده الشعب العراقي وسلامه العراقيين وترك الكل اي علاقه بالخارج، اي لا. علاقه بالدول. احنا ما نمثل دول، ما لازم نمثل دول، احنا لازم نمثل مصالح الشعب العراقي الكريم، هذا هو نقطه على السطر. نعم، ومننا ننطلق ونتحرك ونبني علاقاتنا ويا الدول وفق المعيار هذا. نعم دكتور اياد، يعني لو عدنا الى ما حدث بالامس، يعني هل يعقل فصائل يقال انها خارج عن القانون لكنها قانونا تتبع للقائد العام للقوات المسلحه والحشد الشعبي، تقوم يعني تزعل عند اي قرار يصدر من رئيس الوزراء او يتم اعتقال احد افرادها المتهم باطلاق الصواريخ على المنطقه الخضراء، فانها تهدد رئيس الوزراء في حال لم يتم اطلاق سراح هذا المتهم بإطلاق صواريخ خلال 48 ساعة، تنزل إلى الشارع تهدد بإطلاق صواريخ وإثارة الفوضى في بغداد. يعني هل يعقل هكذا يعني تصرفات؟ والله أشيلك يعني دكتور لو سمح القانون. لو سمح يعني في عرف الدولة وفي العرف العسكري كيف يمكن التعامل والتعاطي مع هكذا حالة؟ لا ماكو عرف عسكري، هي القانون موضوع في المشرحة، نعم، في جرارة الأموات يا قانون. هسه ذاك اليوم قبل أسبوع طلعوا انهزموا بقوات مسلحة دخلت عليهم وطلعتهم 1500 واحد من داعش من أربيل، سجن أربيل. زين شلون هذا؟ وين شلون؟ وين القانون؟ مثل ما انهزموا بال 2011 أعتقد، بال 2011 أو 2012 نسيت والله، 3000 واحد يجي، شلون ورنها حروبهم انضربت احترقت حقلين نفط في كركوك وبدت اشتباكات في الانبار. فيا قانون تحكي عنه؟ كل يوم قانون القوه وقانون من هو القوي ومن هو الضعيف ومن هو الاقوى. هذا ما يجوز، هذا في نظام مدني ديمقراطي لا يجوز ان يحصل هذا الشيء. لهذا أنا أقول لكم أنه الخطأ والخطيئة بنيت مع العملية السياسية واستمرت تنمو إلى أن طغت على العملية السياسية وأصبح ماكو قانون. يعني يجي واحد يوجه هسه حكومة، ما يكون حكومة، وأنا سمعت أنه أطلقوا سراح هذا الضارب الصاروخ أو اللي أطلق الصاروخ، نعم، يعني ما اعرف اذا اطلقوا سراحه او لا، بس سمعت من مصادر معينه انه اطلق سراحه اليوم او البارحه بالليل.
فالمشكلة مو هنا، المشكلة هذا السلاح المنفلت. إذا عملت أنا شخصياً، أنا اللي تشوفني قدامك حضرتك، نعم، أنا اقترحت على عادل عبد المهدي وعلى مسعود البرزاني وعلى مصطفى الكاظمي، يا أخي قلت لهم سووا قيادة عامة للقوات المسلحة تنضم بها كل الفصائل المسلحة رسمية وغير رسمية، حتى تكون تحت قيادة عراقية تحت سيطرة القائد العام لما يسمى بالقوات المسلحة. والأول واحد اللي وافق عليها الأخ مسعود البرزاني، وقال لي أنا مستعد، وأسمي أسماء، أسمي واحد أو اثنين إلى من القوات البيشمركة يكونوا ممثلين في هذه القيادة، وخابر العادل عبد المهدي وقال له أنا مع هذا الرأي، ومع الرأي راح يقول لك يا دكتور عياد علاوي. فأحنا وحكيت ويا آخرين، حكيت ويا مصطفى الكاظم من عادل ترك، وما صار هذا الموضوع. وهو مو قضية قانون، مو قضية تشريع بمجلس النواب، هو قضية إدارية وبيان يصدر يتشكل قيادة، تعال يا تمثل حشد، تعال تمثل بيشمركة، تمثل القوات المسلحة، تمثل القوات الجوية، تمثل المخابرات، تمثل الاستخبارات، هذا تصير القيادة العامة للقوات المسلحة. هذا كان يخلينا نقفز مشاكل عديدة ونقفز بعض الموانع اللي موجودة، ونتجه باتجاه توحيد القدرات العراقية العسكرية وأخضاعها لرأي وقيادة عراقية سليمة. هذا هو، هذا كان المفروض تصير. وأنا عم سمعولي يقول لك إيه موافقين موافقين وكلش خوش رأي ورأي سديد ورأي كذا وإلى آخره، ما يسووا. وقبل اقترحنا مجلس السياسات، وقبل اقترحنا إلى آخره، إلى أن صرنا مثل ما واحد ينفق بجربة مزروفة، ماكو نتيجة. شو تسوي؟ ماكو نتيجة. ويشككون بالحديث، يقول لك يا علاوي يمكن ضدنا، ضد القوى الإسلامية، يعني ضد، يعني ما مو مع الإسلام السياسي معروف، يعني هذا مو ماشي واتنكر منه، وقايل لهم إياه باجتماعات رسمية أمينة. بس إحنا نقبل كل القوى السياسية اللي تؤمن بالعراق وتؤمن بقدسية العراق وتؤمن بالوطن العراقي وتؤمن بالمواطن العراقي، هذا هو اللي نريده. إحنا طيب دكتور، ما حدث يعني برأيك هل يعطي مؤشر أو إشارة واضحة لرغبة بعض الجهات في ترسيخ مفهوم يعني أو نظام اللا دولة لتصول وتجول وتنشر السلاح هنا وهناك أكثر فأكثر؟ وأيضا يعني السيد الكاظمي كان له تغريدة بهذا الخصوص، وقال بأنه المواجهة أو أكد استعداده للمواجهة الحاسمة وطالب بالتهدئة في المشهد العراقي، يعني في البلاد أو المشهد الأمني طالب بالتهدئة. كيف سيكون شكل المواجهة إذا ما حدثت؟ تفضل. حضرتك ماكو مواجهة كاملة ولا راح تصير مواجهات في العراق. اكو من هو الاقدر ومن هو الاقوى، سرفايفل فور ذا فيتست، الاقوى هو اللي يسيطر، خلصت هالموضوع. وامريكا وصلتنا الى هذا الحد. بالمناسبة الادارة الامريكية السابقة منحت الفرصة انه تتغير الاوضاع بالعراق بعد ان الشعب العراقي عن بكرة ابيه طلع وصوت للعراقية اللي انا كنت رئيسه. وقفت الإدارة الأمريكية حينها أوباما كان رئيس جمهورية، ومع إيران ضد هذا الإجراء، ضد إرادة الشعب العراقي، وغيرت المعادلة بالكامل. فلهذا ما عادت القضية هي عراقية، تتحدثون عن انتخابات حضراتكم وإلى آخره، يعني تفوزين بالانتخابات يقول لك لا أنت ما فائز، أنت خسران، وعنده 100,000 جندي، عنده 150,000 جندي، عنده 120,000 مسلح، يقول لك انت خسران، يهدد القضاء ويهدد الدنيا كلها ويسوي اللي يريده. فاكو مشكله بالعراق اهم من هاي القصص. المشكله هو انه البناء خطا ومبني على خطايا واخطاء فظيعه، ووصلت العمليه السياسيه الى مرحله كئيبه جدا، ما عادت تمثل اراده الشعب العراقي. لو فلوس السياسه تلعب دور بالانتخابات، لو فلوس السلاح أو قوة السلاح تلعب دور بالانتخابات، أو القوى الخارجية تلعب دور بالانتخابات، أو التزوير والفشل والرشاوي والفساد المالي والإداري يلعب دور بالقضية. نعم. فلهذا يعني بصراحة ما عادت للانتخابات مجدية إذا ما راح تتغير القوانين كلها برمتها وتصير انتخابات. يقول لك راح نجيب المفتشين الدوليين،
الأمم المتحدة، وهاي المرة اللي تمثل الأمم المتحدة على أساس إنه تقول إحنا نجيب ندعم الانتخاب. زين أذا أشوف منه هذا يجي من السويد يقعد بالأنبار وما يعرف ياسع ينقتل أو ينخطف، من هو هذا؟ خلي تقول لي هي هاي المرة إنه من هو هذا؟ أو اللي يجي من لندن أو اللي يجي من أمريكا أو اللي يجي من كندا أو أستراليا، كيف هذا اللي يسموه؟ فلهذا يعني أنا أتمنى عليكم وعلى قناتكم الكريمة أنه تكون أكثر دقة وأكثر يعني صراحة مع المجتمع العراقي، لأن الشعب العراقي دفع ثمن باهظ من زمن صدام يدفع يتدمر إلى أن مرينا إحنا جينا وجبنا السواد ويانا والله العظيم. نعم. شلون يصير هذا؟ طيب. ما يصير يعني بلد مديون، بلد ما عنده فلوس، ما يعني ما اكشف يعني ما اكشف سراني دا اتراسل ويا الاخوان المسؤولين، قسم منهم اتراسل وياهم بالايميل، هذا اسمه ايميل، وقسم بالواتساب والى اخره، وقسم بالتليفونات. هذا الكلام ترى اني حاكي مع الاخ مصطفى وحاكي مع الاخ برهم وحاكي مع فقامه الاخ برهم وعلى اخرين. طيب دكتور، اسف اطلت الاجابه، قلت ان المشكله في العراق البناء خطا، وحذرت سابقا وقبل 5 سنوات من الوصول الى هذه النقطه. هناك ايضا تحذيرات صدرت حول يعني انهيار النظام السياسي في العراق، واخر هذه التحذيرات التي جاءت على لسان الشريف علي بن الحسين، وتوقع انهيار النظام السياسي في العراق الصيف المقبل. هل ممكن فعلا ان انهار النظام السياسي في العراق الصيف المقبل؟ والله أنا أتوقع تصير ثورة شعبية بالعراق، يعني أنا ما أعرف شو وقت، بالصيف، بالشتاء، بالربيع، بالخريف، ما أعرف يعني ما أعلم بالغيب. يجوز هو الأخ شريف يعرف أكثر دقة مني، يتنبأ أكثر دقيق، بس أنا ما أعرف شو وقت يصير، لكن أعرف إنه الشعب العراقي وصل إلى نقطة الغليان والهلاك. وحضرتك حتما تشوف المظاهرات ضد إيران الهتافات وضد أمريكا، يعني طبقوا الاثنين ضد الفساد وضد الدمار، وبدأوا ينتقل إلى إسقاط العملية السياسية وإسقاط الحكم. بدأت هاي الهتافات، بدأت نريد وطن، قمعوا 600-700 واحد انقتلوا واستشهدوا، عاد المعتقلين والمغيبين، ما خلصت بنية، ما خلصت من القتل، رجل شاب ما خلص من القتل واستشهدوا سيدات وبنات وشابات وشبان. يقول أول ما طلعوا يقول لك إحنا نريد إصلاح، إحنا ما عدنا سلمين، إحنا نريد وطن. اشتغل القتل، قاموا يعلون يساعدون المطالب، يقول إحنا لا، نريد إسقاط النظام وإسقاط العملية السياسية. فهذا لابد بالأخير، يعني إحنا ما دا نحكي عن 1000، 2000، 3000، 4000 واحد، إحنا دا نحكي عن ملايين الحقيقة، وخاصة المناطق اللي محسوبة انه هي مناطق يعني بمناطق تضم شيعة بغالبيتها، وهم الجماعات الاخوان الاسلاميين يطلعون منها، من هاي المناطق. هذول طلعوا الان يعني يضحون في كربلاء وفي السماوة وفي الديوانية وفي الحلة بابل وفي النجف. هذا يعطيك حجم المأساة اللي نعيشها ومقدار استعداد الشعب العراقي للتضحية للوصول إلى نتائج معقولة. ويتصايح العالم يقول والله استعمال العنف المفرط ما في الموضوع وكذا، بيش تخرج هاي استعمال العنف المفرط؟ طب بعد يعني حديثك عن أو بعد لمسنا لخيبة أمل في حديثك ربما من إدارة العملية السياسية برمتها في البلاد، دكتور إياد، هل تتجه الأمور نحو يعني الأفضل؟ يعني نحن مقبلون على الانتخابات، يعني أشهر بسيطة تفصلنا عنها، ولكن كيف من الممكن إجراء الانتخابات في ظل السلاح المنفلت؟ وهذا يعني دائما ما يسأل هذا السؤال لأي سياسي في البلاد، وأسأله لحضرتك أيضا، كيف من الممكن إجراء الانتخابات في ظل التحديات القائمة، عدم اكتمال قانون يعني المحكمة الاتحادية وغيرها من التحديات والعراقيل؟ والله خلي أكون صريح، أنا صريح معاكم لأن أنا صاحب قناتكم الكريمة، أنا صديقي، تفضل، وحكي شيء واضح انه حقيقه الانتخابات لم تداوي الوضع العراقي، وانما انتخابات
أسوأ من اللي قبلها، وبعدها تجي انتخابات وصير أسوأ من اللي قبلها وإلى آخره. ولهذا ما أعتقد الانتخابات بشكلها الحالي وبمفوضيتها الحالية، بالعالم كله ماكو مفوضية انتخابات دعمية، ماكو، بس بالعراق قدرنا أنه مفوضية انتخابات دعمية، قدرنا أنه قانون سان دييغو ما نقدر نسوي قانون عراقي إلى أهم المتطلبات العراقية، قدرنا أنه كل نبحث بالزوايا كلها، بالزوايا العشائرية والظلمة والطائفية والكذا، تنقسم العراق إلى مجاميع. ما نقول العراق واحد، أنا ما أريد أرشح ببغداد، أروح أرشح بسليمانية أو أرشح بالبصرة، ليش؟ هاي تلغي الطائفية، ما يردوها الهاي، ما يدافعون عنها، هاي تلغي الطائفية وتلغي المحاصصة بالمناسبة. لهذا هي الانتخابات مو اللي هي بها العصا السحرية. وأقول لك أنا انتخابات 2018 أو اللي حضرتك يعني ما تجاوز العدد المجموع أكثر من 20% اللي راحوا من الناخبين الكرام إلى صناديق الاقتراع، و 80% عزفوا عن الذهاب إلى صناديق الاقتراع. هالمرة أقول لك 10% يروحون يستخدمون بس فقط. شو يجيب 10%؟ المن يجيب؟ نعم يجيب 10%؟ 10% تسمى ديمقراطية؟ هاي هذا الديمقراطية هيك كان عزلنا أحسن أن نعزل نلغي الديمقراطية. لهذا أنا ما أعتقد أنه القضية هي في مسألة الانتخابات، يجب أنه تطرح صيغة مؤتمر وطني عام تحضر به كل الفصائل، المتظاهرين يحضرون به، المغيبين، النازحين، اللاجئين، القوى السياسية العراقية، يقعدون يحشون بدون إرهاب، بدون مسلحين، قاعدين وراء الدار مدار المبنى اللي يشمون به، ويناقشون مستقبل العراق. هل هذا المستقبل بضمانة؟ هل نقدر نناقشه بمعزل عن إيران وأمريكا وعن السعودية وعن غير السعودية وتركيا؟ نقدر نناقشه بهالشكل؟ هذا مستقبل العراق، مستقبل المواطن العراقي لو يبقى جوا الحق المواطن العراقي؟ لهذا أنا مع هذا الرأي، ولا انتخابات ولا بطيخ. هذا إذا ما يصير هيك مؤتمر وطني عراقي يضم شرائح المجتمع العراقي ويصير به تباصر حقيقي واقعي واضح وبحماية وبأخلاقية عالية، إحنا حتى القيم نسيناها. طيب مرأة بنية إحنا الامرأة عندنا محمية بالقانون، بس محمية بعرف المجتمع قبل القانون. يقام ابنية جاهلة شابة يجون يملخوها بالرصاص، هذا حكي يصير مهما يكون رأيها. وبنات مستورات وخوش بنات، يعني المشكلة يعني من الحقيقة من ما تلزميها أو تلزمها القضية تلقيها معقدة، يعني مو سهلة. يعني ما طبعا يعني صراحة أقول لكم هاي مو نظرة تشاؤم، أنا يعني متفائل، أنا يعني في أحلك الظروف وأنا على فراش الموت بعد أن تعرضت لمحاولة اغتيال، بقيت محتفظ بتفائلي أنه إلا سقط صدام حسين صراحة، والآن متفائل يعني. لكن أنا إذا أشوف المسار هو مسار خاطئ وضحك على الذقون ومجرد ملء جيوب بالأموال النهب المنهوبة من المجتمع العراقي. وجاء اليوم دزولي هذا شو اسمه واتساب رسالة بالتليفون، طفل مات من الجوع والبرد وأخوي يبكي عليه الصغير، طفل طفل اثنين، هذا معقول؟ هذا وين؟ هذا ما يصير بأي محل بالكرة الأرضية كلها مو بس بالعراق. طيب هذا مسألة مؤلمة الحقيقة، محزنة، بس وهذا تحفزنا أكثر إلى أن نعمل ونجد. وأنا عندي اجتماع بالزوم هذا الروسير كتيبي بعد يومين ثلاثة، أبدأ شوية الأخوان بكل صراحة ربعنا، أقول لهم يابا إحنا كافي ضحينا إلى ما فيه الكفاية، وانتخابات ما راح تصير، وإذا صارت راح تصير بالقوة، لو فلوس سياسة، لو دول تتدخل، لو سلاح المنفلد يتدخل، لو داعش تتدخل مثل ما تدخلت في مناطق عديدة. فشلون إحنا ننتخب؟ القانون والمفوضية والقانون بأخطاء والفصل على أساس بعض الأحزاب والحركات النافذة الآن اللي هي مسيطرة على مجلس النواب، ومجلس النواب قام ما يشرف واحد يحضر به بصراحة، مع احترامي لكل النواب بدون استثناء، بس ما يشرف لأن ماكو سياقات واضحة لمجلس النواب، يعني ماكو سياقات واضحة وربط بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية.
وتنفيذ وتشريع القوانين أصبح متوقف بالعراق. طيب هذا كلها لازم دكتور قلت يعني. أن الانتخابات المقبلة لن تجرى وأن أجريت ستجرى بالقوة وستكون أسوأ من سابقاتها، ولكن هناك إصرار من جانب الحكومة على إجرائها. يعني الحكومة شنو الحكومة؟ كيف هالحكومة تشتغل؟ يعني ما يصير. أنا قلت له الأخ مصطفى شنو الحكومة؟ كيف هالحكومة تسوي انتخابات؟ شنو ما أدري حكومة شنو حكومة؟ حكومة شنو حكومة يا أخي؟ بصراحة يعني الحكومة على رأسنا، أهلا وسهلا، بس حكومة إذا ما تستجيب إلى وقائع الحقائق والوقائع اللي تحمل عناوين سلام العراق، شنو ترتيبها؟ شلون تؤمن بيها؟ هو جاي يقولوا له تعال والله أنت مؤقت جاي وسوي إصلاحات وتطلع، هذا هم محاكي. ولهذا أنا ما أعتقد إنه الحكومة جادة في موضوع الانتخابات. وأنا سمعت يعني من مصادر رسمية يقول إنه إحنا يعني فلوس خلينا ما تكفي الانتخابات، بس مجلس النواب يقدر يخصص فلوس بعد إضافية الانتخابات. هي المسألة مو مسألة فلوس، مسألة قوانين وسلامة الانتخابات. عديناها حتى الأمريكا عديناها، بس هذا ترامب زعلان ويقول لك أنا ما أطلع. نعم. فشلون حتى العدوى انتقلت العكس قام يصير. بعد ما تجينا عدوى زينت بالديمقراطية من الأوروبيين وغيرهم، ومن احنا تنتقل العدوى إلى لهم. إذا رئيس ائتلاف الوطنية دكتور إياد علاوي، شكرا على ما تفضلت به، وتمنيت على التغيير أن تبقى دائما دقيقة وصريحة، وهذا ما نعمل لأجله، الدقة والصراحة والشفافية والنزاهة أيضا في نقل الخبر والمعلومة. شكرا جزيلا لك. شكرا لكم وشكرا لاستضافتكم.